حياتي اليوم غنتكلم على انواع لي فرماج الاجبال كاس تشيز كل واحد يسميه. خليكم معايا. ترحي ومرحي والعابي، انك في هولندا البقرة الهولندية. غنتكلموا اليوم على الاجبال والحميه، الناس اللي كدير الحميه وخاصه ديال الكيتو. الكيتو كلشي كيعرف بانها مبنيه على الدهنيات، وعكس هي منخفضه جدا في الكربوهيدرات اللي هي كيدخل فيها السكريات، يعني كتبنى على الدهنيات. غنشوفوا اشنو نوع الاجبال اللي غيقدر يتماشى معاهم، بالاضافه انني غنتكلم على نوع الاجبال في هذا البلد اللي هي ثاني مصدر للعالم رغم صغرها هي هولندا، والانواع ديالها، الطريقه ديال التصنيع، اشنو هو الجبن اللي هو اذا بغيت ننوه الاخوان اللي كيشوفوا في الشاشه ديالهم اللي كاينه في يوتيوب، يمكن يضغطوا فيها في هذيك ليكران على الاعدادات ويختاروا جوده ديال 4K، لان البعض ما كيعرفهاش، لان الفيديوهات اللي كنصور لكم سوى في البيت خارج البيت كلها 4K. اذا في هذا الموضوع ديال اليوم غناخذ لكم مشاهد خارج البيت وبطبيعه الحال كالعاده من داخل البيت. كيعرف بان اغلب الاجبان هي كتصنع من الحليب، والحليب فيه اللاكتوز، واللاكتوز هو عباره على واحد السكر كيصعب على الاطفال الصغار انهم يهضموه، وكل ما تقدم الانسان في العمر كيصعب عليه بانه يهضموه، وهو كيزيد في الوزن. وكنعرفوا بان الوزن كيتزاد بالسكريات اقل مما يتزاد بالدهنيات. عندما يصبح الحليب جبنة كيصبح تقريبا شبه خالي من السكر اللي هو الليكتوز. كل ما كان ذلك الجبن هو معتق. ما معنى معتق؟ كنقصد به عنده سنوات، كل ما كان قديم. مثلا احنا كنشوفوا اي نوع من الفرماج، نقول لكم فرماج لاننا مغاربه كنهضروا هكا، فيه انواع ديال السنوات ديالو، مثلا واش هو صغير، واش هو متوسط، واش هو معتق، واش هو اكسترا معتق. وكل ما كان معتق كل ما كيحتوي على واحد العديد من البكتيريا اللي هي صحيه، وكيكون خالي اقل من كربوهيدرات، وهذا هو علاش كيصلح اصحاب الريجيم اللي كيديروا الكيتو، انه كيتخدم في واحد درجه الحراره، يعني كيضبطوها واحد اللي كتحاول انها تحتضن لينا هذيك البكتيريا الحميده اللي كتحاول انها دير لينا البالانس في الامعاء ديالنا، في الصحه ديالنا، كتعطينا المناعه. كل ما كثرت هذيك البكتيريا الا وكتكون معاها واحد الدهون مشبعه، بالاضافه انها كتحيد السكريات من هذا المنتوج. كل كيعرف بان الدهنيات هي اقل خطرا من السكريات اللي كتدخل الجسم وكتحول الى دهنيات، وتما كتكمل الخطوره. انا كنتكلم عليكم على هذا الشيء وانا بنفسي راه كناكل اي حاجه فيها النشويات، كرواسون، خبز، الحلوى، كتكون ادمان، واصعب ادمان هو السكريات. الجبن كنحيدو منه القيمه الغذائيه ما كتفقدش ملي كيولي ذلك الحليب جبنه، بالعكس كتزادو قيمه عاليه من البكتيريا الحميده، بالاضافه الى البروتين كيولي عالي، يعني مكونسونطري في البروتين، لان كنعرفوا واحد شويه ديال الجبن، قطعه الجبن، عدد من اللترات ديال الحليب. لهذا كنوجدوا بان الجبن هو غالي الثمن. ملي كنبغيو ننصحوا اش من الجبن اللي هو مزيان، اولا ننصح باش كلشي يبتعد على الجبنات الكريمه، بحال لافاش كيغي، بحال هذا النوع اللي كتشوفوا دابا اللي كيكون في هذوك البواطات بحال الزبده او بحال لاكريم. علاش؟ لان هذوك ماشي هو خالص جبنه، نو، هذاك مضاف اليه الزيوت النباتيه، او ربما اقل جوده من الزيوت النباتيه. والناس اللي عشاقه ديال الفرماج الكاس المسمى بهذا البلد كيمشيو لهذاك الفرماج اللي كيكون معتق. وعلى ذكر ماشي غير انا حيت في هولندا غنقولها، قال لك احسن الاجبان هي الاجبان الاوروبيه بالمقارنه مع الاجبان الامريكيه.
كذلك الأجبان السويسرية، أجبان جميلة جدا دنماركية. تنوع كاين كذلك في فرنسا، ولكن كقيمة غذائية وأفضل أنواع الجبنة في العالم بأسره هي خوذة، هي ديال هولندا، واحد المدينة نسبة هذا الاسم إلى مدينة سميتها خوذة في مدينة هولندا، وهادو هما الهولنديين الفلاح. ما خداتش هاد هولندا او هاد النوع من الجبنة اللي هي خوذة، ما خداتش هكاك هاد اللقب ديال افضل نوع في العالم، خداته لانه في واحد نسبة عالية جدا من البكتيريا الحميدة اللي كتحمي الجسم، وهو في واحد الدهنيات رائعة لا تضر الجسم، لهذا هي تصنفات من افضل انواع الجبنة. الجبنة في هولندا هي في المتناول، ماشي غالية، هي ما كتدخلش، انا شخصيا ما كناكلهاش هكاك، جامي كليتها هكاك. الجبنة عندها الناس ديالها، الفقراء ديالها، عندها الناس المختصين ديالها، عندها الناس العشاق ديالها، صحاب القطعة وزيد وزيد. انا الجبنة كنطيب بيها، لان ملي جيت لهاد البلد لقيت بان الجبنة حاضرة في كل شيء. احنا كنعرفوا المطبخ الايطالي مثلا، انا حاطه دابا واحد هاد لي بات وهاد العشوب، لان ايطاليا المطبخ الايطالي هو دائما يركز على الاعشاب، دائما كيدخلوا في لي بات كلهم المعجنات ديالهم كيدخل الفرماج، كنمشيو سباكيتي، كنمشيو لي بات، كنمشيو بزاف بزاف بزاف. اللي كان ننسى لي غراتان اللي كيتصايبوا بشاميل، بشاميل هو عبارة على واحد شوية النشاش، سوا كان مايزينا، كان دقيق، كان مع الزبدة، وكنضيفوا الحليب بارد، وكنبقاو نحركوا فوق النار، بالإضافة إلى بغيتي تعطريها وتنسميها بشوية ديال الكوزة ولا شوية ديال الملحة، فيتين ولي طماع على حسب الذوق. كنحاول أنني نعطيكم شي حاجة اللي تقدروا تستافدوا منها في الطبخ ديالكم عام، وليس طبخة فقط، لأن داك الشيء سائد عامة تقدروا تستافدوا منها، لأن الطبخ أشنو في الأول وفي الأخير هو إبداع ديالك أنتي، كي أنتي الطبخ هو ممارسة. بالإضافة إلى هاد هابيس هادو اللي كنديروهم، دائما كندخلوا فيهم نوع من الفروماج. كذلك بعض البيض كنطيبو في الزبده، وملي كتسالي كندير عليه، كنرش عليه الفرماج، او الا كانت اومليطه فانا كنحرك، فاش كنكون كنطرب البيض كنلوح فيه نوع ديال الفرماج. كذلك عندك اي نوع من الخبز تقدري تقطعي طرونش وتحاولي انك ديري فيه شويه ديال الطوماط، ولا اي حاجه كتبغيها، ولا الشامبينيون، اي حاجه كتبغيها، ولا الزيتون، ولا كلهم، ودير عليهم الفروماج، الزعتر، البزار، ودخليهم الجريل فوق فين كاينه العافيه الفوق بواحد 3 دقائق تقريبا. ذلك البان لي كريب، لي كريب اللي ما بغيتيش هذاك الشيء الحلو اللي كنبقاو نديرو عليه في العسل، كتقدري ديريهم مالحين بحال اللي كنديرهم انا، الابن ديالي كيبغيهم بالفروماج، مع انني انا كيعجبوني بالمكسرات والعسل. كذلك الفروماج الخاص بلي سلاد بحال هذا مثلا، هذا واحد النوع، حتى دوك اللي فروماج تاني اللي كنصايبو بيهم تيراميسو وماسكاربون، هادو كيتعدوا راه انواع ديال الفروماج. هاد النوع ديال الفروماج كنصايبو بيه لي سلاد، واللي ما شافش في داك الفيديو واحد المره كنت درتو ديال قناتي ليست للطبخ وانما نصائح للطبخ، يتشاف يقدر يضغط الفوق وغيشوف كصايبه بالنوع ديال الفرماج وبالزعتر. اذا فتقدري تلقاي فرماج بزاف، مثلا بالنافع، الفرماج بالكامول، الفرماج بالبزار الابيض، البزار الاسود، الفلفله، كثير من هاد انواع الاجبان، ربما بالمئات والاسماء بالالاف، ما عندكم ما تستافدوا منها كاسم، ولكن هو اللي غتستافدوا منه اشنو هو، هو منين نبغي نشري المنتج نشوف اشمين النسبه ديال الدهون اللي فيه شحال. ملي كنقول الدهون، الدهون كتعني البروتين الجيد، ماشي بحال هذاك الجبنه الكريمه اللي كيتزاد ليها الزيوت النباتيه، لا، كنهضر على البروتين. كذلك اقل نسبه من الكربوهيدرات، يعني النشويات، يعني السكريات، معدنا قد ما كانت اقل كتكون جميله، وهذا الشيء كنلقاه في الجبنه اللي كتكون معثقه، بالاضافه الى انها كما قلت لكم تكون من نوع القديم العتيق باش
كل شيء حاجه تلبنه. انا ملي كندخل شي فيديو في الحقيقه كيقول لك فعلوا الجرس وديروا اللايك وكتبوا لي كنخرج وكن هذه ما كنديرش انا هذه القضيه في الاول. كنحاول انني دابا نقدر ملي كنعطيكم اشكلت الافاده كنقدر نقول لكم تقدروا تكتبوا تعليق ديروا لايك وتفعلوا الجرس، لان الا ما فعلتيش الجرس واخا كيكون الخيرات ما كيوصلكش الجديد وما كتستافد لا انت لا انا معاك. اذا الى عجبتكم القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وهي تحييكم.